في دقة في الأمر، تمام؟ في فرق كبير بين مهروس ومين بلع. هذا الفرق في المحتوى الكيميائي الطبيعي طبعا، في إنزيمات بدأت تشتغل، في إنزيمات طالعة. يكفي أن أقول لكم هذا عشان تعرفوا الفرق، تقيموا وحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين مع هذا اللقاء الجديد وسؤال جديد من السادة المتابعين. يقول السائل: السلام عليكم، أنا أعتبر الثوم من الأطعمة المفضلة وأعرف أن له فوائد كثيرة، صحيح، لكن عندي رغبة أن أعرف من حضرتك سر فوائد الثوم بشكل علمي، وهل هناك الثوم وهل فعلا الثوم يحارب أي التهاب في الجسم، وهل له علاقة كما نسمع بمحاربة الجذور الحرة من الجسم، وما هي أفضل طريقة لاستخدامه، لأن هناك من يقول بلع وهناك من يقول مهروس، وهل تقل الفوائد عند تعرضه للحرارة؟ تمام، أسئلة كثيرة حول الثوم. احنا تطرقنا أيضا للثوم يمكن بفيديو صراحة مميز جدا جدا، وعرضت فيه يعني بإسهاب عن كل فوائد الثوم وطرق تعامله، وما الفرق بين المهروس والبلعن وهرسن، ولكن نجاوب السائل وندعوه أيضا للبحث على هذا الفيديو. وإحنا فترة من الزمن، لأنه كانت تساؤلات عديدة، ثبتنا هذا الفيديو في القناة لأنه من الفيديوهات المميزة كان، وفي العديد من الفوائد. الثوم طبعا منظومة صحية متكاملة، الثوم به يعني لا أدري من أين أبدأ صراحة من الفوائد. طارد للديدان، مضاد للالتهابات الأقوى، مضاد للالتهابات الشرسة، به عنصر الكبريت مرتبط بارتباط شبيه بارتباط الكبريت بالأنسولين، مجموعات السلفانيل يوريا بنسميها، وبالتالي هو رائع لمنظومة تخفيض مستوى السكر في الدم. أيضا له علاقة، وهذا كل الناس يعرفه، في منظومة الضغط، تمام؟ الثوم له علاقة في سيولة الدم، لذلك من شدة قوته لا ننصح بتناول الأسبرين والثوم أو البليفكس والثوم مع بعض في نفس اللحظة، تباعدوا في الفترات الزمنية ما بينهما، لأنه حيزيد مستوى السيولة. يعني الثوم رائع لالتهابات القولون، ولكن هناك نقطة. شوفوا كل هذه الفوائد الرائعة، وشوف ختمتها بإيش؟ بالقولون. في ناس حيقول لك يا دكتور أنا أخذت ثوم وذبحني القولون، في ناس حيقول لك أخذت قولون ذبحتني المعدة. طب ليش؟ المشكلة في الثوم؟ لا، المشكلة في طريقة الأخذ، في كمية الثوم. احنا مشكلتنا صراحة انه لا نندل على وصفة. اذا ذكرنا الثوم مفيد صارت كل حياتنا ثوم، من لحظة الاستيقاظ حتى لحظة النوم. اجمع الثوم الاكل وبنلاقي 7 كيلو، لا يجوز. القاعدة واضحة، الاكثار من الشيء ضار مهما كان مفيد، تمام؟ هذا واحد. اثنين، هناك طرق لاستخدام الثوم كما ذكر السائل أو طرح كيف سمع عن البلع أو سمع عن المهروس، وهذا كلام صحيح. الثوم المأخوذ بلعا له علاقة بتنظيف الأمعاء وتنظيف القولون من السموم، من الديدان، من الغازات، بلعن، تمام؟
القولون التقرحي، شوفوا تقرحي، في تقرحات، تمام. الثوم بلعا يعالجه، الثوم حرسا يذبحه. المصاب بالقولون التقرحي ممنوع يأكل ثوم مهروس، لكن مسموح له أن يأكل ثوم بلعا. في دقة في الأمر، تمام، في فرق كبير بين مهروس وبين بلع. هذا الفرق في المحتوى الكيميائي الطبيعي، طبعا في إنزيمات بدها تشتغل، في إنزيمات طالعة. يكفي أن أقول لكم هذا عشان تعرفوا الفرق، تقيموه وحدكم. الآن لو أحضرت كيلو من الثوم، شوفوا كيلو، وضعته هنا، هل تخرج رائحة؟ لا تخرج رائحة. طيب أخذت ضرس واحد من الثوم، كسرته أو دقيته أو هرسته، الرائحة تفوح. وكل واحد يدخل ثاني يوم، مش نفس اللحظة، يقول في ثوم، أكلته ثوم، صح ولا لا؟ إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في. فهذه هي القصة. في إنزيمات راح تدخل، في عندنا مادة أليين، في عندنا مادة أليسين، في عندنا مادة أهوئين، ثلاث مواد مختلفة تخرج في أوقات مختلفة، في عندنا إنزيمات، وكل منهم له إيش فوائده، وهذا أنا شرحته بالتفصيل في الفيديو اللي تكلمنا عنه، ودور كل مادة من الثلاثة هدول. لكن اليوم عشان ملتزمين بالسؤال، ففعلا هناك فرق بين بدك بلعن، إذن لا قصة الأمعاء والقولون. بدك هرسن، تستفيد في الدورة الدموية. هنا بيجي موضوع السيولة، موضوع ضغط الدم، منظم لضغط الدم، هنا بيجي منظم للسكر. شوفوا أخذنا منحة مختلف، طلعنا من الأمعاء. طيب هنا لما يكون هرسن، بدي أدير بالي، أو دير بالك اللي عنده مثلا تقرحات في المعدة أو تقرحات ذكرنا قبل قليل في القولون، للأسف ما تاخدش، ممنوع، حيأذيك، تمام. وبالتالي بدك تنتبه لهي الأمور حتى لا نضيع أي شيء. يقول السائل أيضا، هل له علاقة كما نسمع بمحاربة الجذور الحرة؟ طبعا هو مضاد أكسدة قوي جدا، رائع جدا، وبالتالي هذه الجذور الحرة يعني يكبحها، وبالتالي تكون جيدة. ما معنى مضاد أكسدة؟ يعني يمنع تهتك الخلايا ويعيد بناء خلايا جديدة. إذن هذا معنى محاربة الجذور الحرة، أو معنى مضاد الأكسدة. ما هي أفضل طريقة لاستخدامه؟ ذكرنا حسب الحالة. هل تقل فوائده عند تعرض للحرارة؟ ذكرنا موضوع الحرارة في أكثر من مناسبة، هي تقل قليلا، ولكن ليس بالحد أنها تفقد الفوائد، تمام. هناك بعض الأطعمة يضاف لها الثوم كاملا، وهناك بعض الأطعمة يضاف لها الثوم مهروسا، مثلا في أطباق الأرز، الكبسة، الرز القدرة كما يسمى في بلاد الشام، يضاف له الثوم كاملا، وله فوائد طبعا في تسهيل عملية الهضم، لأنه بتكون طبق يعني دسم شوية والناس تأكل منه كثير. وبالتالي ذكرنا قبل قليل أنه بلعن بتم إيش شغله على الأمعاء والقولون. فشوفوا كيف إجت المناسبة، هذا يوضع كاملا حتى حين نأخذه يسهل لنا عملية الهضم، ولا يكون هناك يعني ثقل في تناول هذه الوجبة. بينما الأصناف أخرى مثل الملوخية مثلا، البامية، يضاف لها الثوم هرسا، تمام. والبامية على سبيل المثال لها فوائد عظيمة كمضادة التهابات، ويعني تساعد، هنا تحتاج إلى مادة
الأليسين كمضاد للالتهابات، فتجتمع هذه الصفات مع بعض البعض، وبالتالي هرسن هي متناغمة مع يعني الطبخة هنا مع البامية، مثل ما كانت الكاملة هي متجانسة مع طبق الأرز سابقا. فسبحان الله، هذا التناغم اللي بنحكي عنه، هذا كيف نأكل بوعي. وأيضا وضعنا قائمة كاملة، تشغيل كاملة بسلسلة حلقات كيف نأكل بوعي، وذكرنا في أحد هذه الحلقات علاقة الثوم مع بعض أنواع الأطعمة وكيف تكون. كذلك إضافة الثوم لقلاية البندورة، تمام، فيها عندنا مادة الليكوبين مضاد أكسدة، والثوم مضاد أكسدة، فنعزز قيمة مضادات الأكسدة. إذن في تناغم مع كل شيء. فطرة الإنسان فطرة عظيمة جدا جدا جدا، تفوق بكثير قدراتنا العلمية البسيطة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.